باش نوصف الشعور ديالي وكنقول شكرا لوالديا وشكرا كاع العائله ديالي اللي وقفوا معايا واللي كانوا بجنبي. ان شاء الله نديروا لي ستاج ديالنا وجوست ابري ان شاء الله الا سهل الله نديروا الكابينه ديالنا ان شاء الله ونعاونوا الناس ويكون عندهم ان بو سوغير. الحمد لله اليوم احنا بالمحمديه واخذين الدبلومات ديالنا اللي جاونا برغم الظروف اللي كتمر بها اوكرانيا والحرب وكل شيء عارف. الحمد لله توفقنا باش ناخذوا الدبلومات و كنوجه جزيل الشكر لشركه نيبه اللي وقفات معنا باش نستلموا الدبلومات وعائلتنا اللي صبروا هاد السنين كلها والظروف اللي مرينا بها كانت صعيبه شويه. انا شخصيا دوزت 10 ايام ديال الحرب وتوفقت باش نوصل هنايا الحمد لله والشكر لله. وانا كنفكر دابا باش نخدم الدبلوم ندير ليكيفالونس ونخدم في بلادي ان شاء الله، واخا غادي المسار مازال طويل هذه غير البدايه ان شاء الله. وتحيه للاصدقاء ديالنا اللي ما استطاعوش باش يوصلوا لهنايا، اللي باقي كاين في اوكرانيا وكاين اللي باقي في المانيا ولا في الاوروب. الدراري الحمد لله الوضع دابا شويه متهدن، ما كاينش صداع بزاف، ولكن الدراري اللي رجعوا غير على ولد الوراق ولا باش يقادوا الاقامه ديالهم حيت الموسم الدراسي غادي يبدا في شهر 9 ان شاء الله. فرحانين بزاف بزاف حيت فينا المقدرة ديال الدبلوم. نورمالمون كان خصنا في شهر 6 ناخذوهم، ولكن في لي سيركونستانس في بزاف ديال الحوايج تعطلوا علينا، ولكن ليسونسيال سي كوصلونا وصلنا كلشي بخير الحمد لله. بالنسبه لتما كيقول لك باقي كلشي راه نورمال، ولكن لو بروبليم سورتو في المدينه اللي كنا فيها حنايا ما تقدرش توقع اي حاجه تقدر توقع، لي سيركونستانس يقدروا يتبدلوا في اي وقت. ان شاء الله كنفكر نكمل لا سبيسياليتي ديالي، ولكن بوغ لانستون سي با سور فين نشوفوا لي زوبورتونيتي كي بوف سو بريزونتي.